اوكي، لا حول ولا، تفضل. تمام دكتور. ثواني. شايفين السكرين؟ Yes, go ahead, please. اوكي، يعطيكم العافية جميعا. نبدأ مع بعض. تحياتي، مرحبا بالجميع. هاي الجلسة التدريبية الأولى لتطوير تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أو باختصار Virtual و Augmented Reality Training. هاي الجلسة هتكون تمهيدية فقط لشرح شو هو الواقع الافتراضي وشو هو الواقع المعزز باختصار، ومناقشة منهج الدورة التدريبية. هلا، غالبا هاي هتكون الجلسة الوحيدة اللي هيكون presentation based، خلينا نحكيها، لأنه هاي الدورة التدريبية الهدف منها أنه تكون عملية وتقنية بالغالب. فأتمنى أنه تكون هاي المحاضرة مفيدة وممتعة في نفس الوقت. بحب أعرف عن نفسي. اسمي يوسف طه، Virtual Augmented Reality Expert، وبالأخص Unity Developer اللي هو الجيم إنجن. تخصصت في الكمبيوتر جرافيكس وأنيميشن من جامعة الأميرة سمية، وحاليا أعمل في بي لابس ميدل إيست كليد يونيتي ديفلوبر. من الأشياء اللي حاب أورجيها بروجكت، بما انه احنا هذا فيرتشوال رياليتي اوجمنتد رياليتي، فانا حاب اورجي بروجكت قريب على قلبي ومن اخر البروجكتات وما زال في قيد التنفيذ، اللي هو اسمه شيب شيب وور. اتس ا جيم فيرتشوال رياليتي، و اي وونت يو تو سي سم جيم بلاي اوف ات. كنت بسندوبة لتغزو العالم العربي، أنت فقط من يستطيع منعها. بس قبل ما أكمل، مبين الصورة واضحة؟ Quality is good. جيد. Yes, it's okay. تفضل. اوكي. Great. جاليات فضائية مبعبجة للاستيلاء على النجم، نزلت للأرض من كوكب سنوبة لتغزو العالم العربي، أنت فقط من يستطيع منعها.
اوكي. هلا هاي الجيم هي زي خلينا نحكي ماخذ البيس ايديا تبعت البيت سيفر اند اكشلي لوكلايزنج ات بالدول العربية. ف this level was made as a demo to show the game mechanics this level is in Jordan. يعني مبين المباني الأردنية المعروفة اللوكيشنز المعروفة بالأردن. Anyway, to proceed. نبدأ بالـ actual presentation. اوكي. هلا حتى نحكي عن الـ virtual reality والـ augmented reality وحتى اللي هي الـ third thing that we let's say won't be discussing in this course اللي هي الـ mixed reality، احنا محتاجين نحكي عن الـ XR. هلا شو هو الـ XR؟ XR هو اختصار للـ Extended Reality أو الواقع الموسع. هو مصطلح بيشمل لكل التقنيات اللي بتعزز أو بتحل محل رؤيتنا للعالم الفعلي. هلأ غالباً ما بتم الحكي هاد خلال تراكب أو تركيب أو غمر نصوص ورسومات الكمبيوتر، يعني anything computer generated بغمر بيئات العالم الواقعي أو بنعمل ميكس بين العالم الواقعي والافتراضي، بنمزج بين التنين. هلأ حتى نحكي بتفصيل عن كل تكنولوجي منهم، هنبلش بالأوغمنتد رياليتي. شو يعني أوغمنتد رياليتي، أو فعليا شو يعني أوغمنت؟ هلا أوغمنت بمعنى التعزيز، التعزيز، الدعم، التحسين والزيادة. فشو الواقع المعزز أو الأوغمنتد رياليتي؟ هي بتعزز الأشياء الموجودة في عالمنا من خلال المعلومات اللي بتم إنشائها بواسطة الكمبيوتر اللي هي الكمبيوتر جنريتد. يعني المحتوى اللي بتم إنشائه على الكمبيوتر بنشوفه في عالمنا المادي وبنقدر نتفاعل معه من خلال شاشة أو ديفايس، وهذا بيخلق اتصال بين عالمنا المادي والعالم الافتراضي. هلأ الـ Augmented Reality له أكثر من نوع هنحكي فيهم لقدام. قبل هيك خلينا نحكي شوي عن الـ History للـ Augmented Reality. هلأ بعام 1968 إيفان سوذرلاند عمل أول نظارات للـ Augmented Reality كان يشوف فيها صور 3D داخل واقعنا، بس للأسف كانت كثير ثقيلة لدرجة أنه كان لها نيكنيم اللي هي The Sword of Damocles. ما حدش فعليا it's not user friendly, not everyone can actually wear it. So it was somewhat of a failure but a good step in the right direction. في عام 1980 ستيف مان عمل أول نظارة فعليا تقدر تلبسها بشكل طبيعي، وكان يقدر يشوف فيها تكست وجرافيكال أوفرليز بعالمنا. بعام 2013 كان نقطة تحول من جوجل اللي هي فتحت أوبن بيتا تيست للجوجل جلاس اللي كانت الجلاسز المستطيلة، الأزازها مستطيل. فهي كانت أول نظارات فعليا نزلت السوق. مايكروسوفت بال 2015 نزلت الويندوز هولوجرافيك أو الهولو لينز اللي هي also كانت نقطة تحول، وكانت من أكثر المنتجات الفعالة والناجحة في عالم الأوغمنتد رياليتي. بال 2016 ناينتك نزلت بوكيمون جو اللي هي كانت a breakthrough و a very trendy application، يعني هي اللي رجعت الحياة فعليا للأوغمنتد رياليتي اللي احنا بنعرفها حاليا. بال 2017 أبل عطتنا الـ AR kit. نعم
اوكي. بال2017 ابل عطتنا الاي ار كيت عشان يعني اتاحت للديفلوبرز انه فاينلي هاي كيت بتقدروا تعملوا فيها اي ار ابلكيشنز. اتس اوبن فور اول يوزرز. وجوجل برضو عطت الاي ار كور وال يعني برضو اتاحت للديفلوبرز او الجيم انجن يوزرز انهم يقدروا يعملوا their own applications with ease بسهوله. فمن وقت 2017 الى الان الاوجمانتد رياليتي ابلكيشنز صارت موجوده بكثره بالسوق لانه these two big brands و these two big companies اتاحت للديفلوبرز الماركت، فعليا فتحت لهم الماركت. هلا من بعض الاستعمالات للاوجمنتد رياليتي، الانترتينمنت طبعا، الاديوكيشن، الجيمز والماركتينج. هلا تو توك انت شوي ان ديتيل فيهم. ثواني. بدنا نحكي هلا هعطي اكزامبلز على نوع من الاكزامبلز على سوري معلش ام سوري هعطي اكزامبلز على اليوزرز اوف اوجمانتد رياليتي از اي جو بعد ما احكي عن انواع الاوجمانتد رياليتي. هلا فيرست اوف اول عندنا نوعين رئيسيين للاوجمانتد رياليتي. الأول اللي هو ماركر بيست، بيحتاج لماركر to actually function. هلا الماركر بيست هو بيشتغل على أساس علامة أو صورة أو شكل، فبيحتاج لهاي العلامة حتى يبدأ التشغيل ويبدأ بإظهار التجربة المعززة أو الأوبجكت اللي إحنا عاملينه development. وإذا تم إبعاد الكاميرا أو جهاز المسح أو whatever عن العنصر أو العلامة المشغلة هتوقف السيميوليشن، وإذا كان في أوبجكت على هاي الصورة هيختفي. هلا هاي العلامة ممكن تكون عبارة عن صورة، ديزاين، QR كود، anything فعليا، بس المهم إنه الـ AR engine يقدر يكتشفه، يقدر يحدده، ولازم يكون يونيك. هلا مجرد ما يحدد التطبيق العلامة ببدأ إظهار المحتوى. هلا اكزامبل على الماركر بيست اوجمنتد رياليتي. هلا إذا لاحظتوا بثواني فعليا بالكاميرا هاي هي عم تطلع على الكارد أو الفيس أوف ذا بوكس، وعم بطلع فوقها أبنية. الفيس أوف ذا بوكس أو ذيس كارد هي العلامة، هي الماركر، ومجرد ما الكاميرا تلاقي الماركر الأوبجكت ببين. هلا تاني نوع من الاوجمنتد رياليتي اللي هو الواقع المعزز بدون علامه. الاول كان لازم يكون في علامه موجوده او ديزاين او صوره. النوع الثاني مش محتاج اي شيء، هو فعليا بسموه اصدار محسن او متقدم من الاوجمنتد رياليتي. فهذا النوع بيستخدم الكاميرا، كاميرا الجهاز، ونظام تحديد المواقع العالمي الـ GPS، وأي سنسورز آخر مثل الأكسلروميتر والكومباس يعني البوصلة لإظهار الكائن الافتراضي الفعلي.
اوكي. هلا هلا هذا النوع الثاني بنشئ الواقع المعزز الاكسبيرمنت او سوري السيميليشن تبعنا بدون علامة. كيف بيعملها؟ هو بنشئ فعليا مساحة ثلاثية الأبعاد من البيانات من خلال الكاميرا، أوكي، واستخدام نظام التموضع وبناء خريطة المكان في مكان واحد أو في آن واحد عفوا، اللي هو بيسموها سلام، في simultaneous localization and mapping. هلا هاي تقنية من خلال الكاميرا بيعمل 3D، زي بيعمل 3D سكان وبيحدد السبيس اللي هو الديفايس فيه والشخص فيه، وعلى أساسه بيعمل السيميوليشن وبيحدد موقع الأوبجكت أو الكمبيوتر جنريتد كونتنت وين مكانه. فعلى عكس الماركر بيست اي ار، الجنريتد اوبجكت وين ما تحطه بيضل في نفس المكان، حتى اذا تم ابعاد الكاميرا، رحت غرفة تانية، طلعت من البيت، رجعت، هيضل نفس المكان. هلا من هذا النوع في عندنا 3 variations. الأول هو location based، فعليا قائم أو مستند على الموقع، يعني بيطابق موقع محدد مسبقا من الديفلوبر وبتم مسحه بالكاميرا، فبيبدأ الكائن الافتراضي بالظهور بهذا المكان. وهذا النوع اللي هو location based AR بيستخدم كثير من أجهزة الاستشعار المتوفرة في الجهاز حتى يحدد موقع. النوع الثاني اللي هو projection based AR بيختلف عن الواقع المعزز اللي احنا بنعرفه، ولكن هو نوع منه. فهو هذا بيعتمد أو قائم على الإسقاط الضوئي على الأشكال الأخرى، يعني على المجسمات الأخرى، بيقوم بعرض رسومات معززة على سطح أو مجسم باستخدام أجهزة عرض projections أو projectors. الثالث اللي هو superimposition based AR، هذا قائم على التراكب أو التركيب، يعني بيقوم بالتركيب على كائنات العالم الحقيقي أو الأوبجكتس الموجودة بالريل وورلد شو ما كانت، وبعززها وبزيد عليها لتوفير رؤية بديلة. فإما إنه بيستبدل العرض كامل، الإشي اللي إحنا بنشوفه بيستبدله كامل، أو بشكل جزئي، أو المجسم، يعني بيقوم بأخذ المجسم وبيعمل منه نسخة مختلفة أو محسنة من نفس الكائن اللي بتم عمل له سكان من خلال كاميرا الجهاز. هلأ من location based AR، الاكزامبل المعروف جدا واكثر الاشياء المعروفه في خلال 2017 واي بليف 2018 اللي هو بوكيمون جو. اكزامبل على البروجكشن بيست اللي هو النوع الغريب والمختلف من الاوجمنتد رياليتي، اللي هو فعليا انت مش محتاج كاميرا او محتاج سنسر، ولكن لما تشوف الكمبيوتر جنريتد كونتنت ما بتشوفها لا من خلال جوجلز نظارة ولا من خلال ديفايس أو موبايل، أنت بتشوفها فعليا أمامك بشكل واقعي، لأنه they are projectors، والبروجيكتورز هم بيعملوا بروجيكشن للجنريتد كونتنت.
إذا منتبهين هم قاعدين عم بيعملوا بروجيكشن على بوت أو حذاء. هذا الحذاء أبيض تماماً، ما عليه كولرز، ما عليه إشي. البروجيكتر هو فعلياً اللي عم بيحدد شكله وعم بيحدد شو يعمل بروجيكشن عليه من خلال الـ AR application. اكزامبل اخر على البروجكشن بيست AR topographic map in the classroom, try to recreate the features by manipulating the thing. I can, you know, take one map, make it into two maps. I can make it rain over the top of this, and I can see how the water flows down to the sides of the hills and push that material up in here. That water wants to go somewhere else and have it flow through this channel. So when the students are on the field, they don't have a sandbox to recreate what they want on the map. They can recreate in their head. They can build a mental model and identify areas. فاللي عم ببين معنا هون انه السنسرز فعليا عم بيعرفوا قديش ارتفاعات الرمل، بيعرفوا قديش في كاميرا بتكون موجوده في اعلى الساند بوكس هاد، وعم بتحدد ارتفاعات الرمل، ومن خلال ارتفاعات الرمل اللي عم تعملها ديتكشن عم بتحدد شو نوعيه هاي الارضيه، هل هي مي، هل هي رمل، هل هي جبل، هل هي خضار، and so on. فthis is a very great example the projection based. وقديش فعليا يعني قديش هاي التكنولوجي رائعة، وكي من الأشياء اللي ممكن تستعملها عم بيستعملوها هون بالتعليم، تعليم الأطفال، إنه كيف ممكن يكونوا شو بسموها whatever. المهم هاي للـ educational purposes. ف this is a very great example. هلا للنوع الثالث اللي هو superimposition based، هذا اللي هو الابلكيشن تبع IKEA. ف this IKEA app بيعمل recognition للreal world objects والspace، بيعرف شو المساحة وشو البيئة اللي حوالين الكاميرا، وبيعمل enhancement which provides an alternate view. خلينا نشوف مع بعض. Hey, IKEA would like everyone to know about the place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place 2-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, and place. So that can mean less of this. And less of this. And probably more of this. هذا النوع من الـ augmented reality اللي هو superimposed. It doesn't replace or enhance an object, okay, بس it rather add an object مع with respect to the position of physical space or perspective. ف this is a very nice تكنولوجي بالنسبة للأوغمنتد رياليتي، وقديش بتساعدنا هون حاليا عم بتساعدنا بالماركتينج، وبتساعد الكلاينت أو الكاستمر to actually buy the product with ease.
with no problems. بعض الـ products للـ augmented reality زي HoloLens, هاي HoloLens 2, HoloLens 1 نزلت بالـ 2017. فعندك Lenovo Star Wars, which unfortunately is only for Star Wars, meaning يعني أنت الـ product itself is actually great, it's amazing, it works perfectly, بس عاملينها for the only or sole purpose of playing Star Wars. في Magic Leap 1 و Oculus Quest 2, which is actually a VR a VR head mounted display, بس لأنه فيها الكاميراز و you can actually see the whole view للعالم اللي حواليك من خلال الكاميرات الموجودة فيها, ف الديفلوبرز قدروا يستغلوها ليعملوا augmented reality apps. واخيرا جوجل جلاس انتربرايز اديشن 2, هذول بس بعض من augmented reality glasses. Finally for the second half of our presentation, virtual reality. هلا virtual reality هي اليوز تبعت الكمبيوتر تكنولوجي لنقدر نعمل simulated environments, ومش إن نكون إحنا مش ندمج واقعنا والواقع الافتراضي, لا إحنا هنكون الإشي الواقعي في عالم افتراضي. فالvirtual reality تعطينا ال 3D dimensional experience, تعطينا ال view للscreen عفواً, بدل ما إحنا نمسك screen أو device أو mobile ونشوف something virtual قدامنا, إحنا فعلياً inside it, we're immersed in it and we interact with it. هلا بالvirtual reality الحلو فيه إنه it stimulates our human senses, ال 3D field hearing, almost 180 أو over 180 view, وبتعطينا الـ يعني بتحس هي الـ VR أو الـ head mounted display هاي اللي احنا لابسينها هي عبارة عن مركبة وصلنا ودخلنا في عالم آخر, في عالم افتراضي مختلف تماما. هلا بالفيرتشوال رياليتي الليميتيشن الوحيد فعليا هي الكمبيوتينج باور, قديش الديفايس قديش الهاردوير تبعه, قديش الليميتيشن تبعه, والكونتنت افيلابيليتي قديش فعليا في كونتنت وفي ابلكيشنز افيلابل بالسوق وبالستورز والفيرتشوال ستورز عندنا, هذه هي الليميتيشن. هلا اكويك هيستوري على الفيرتشوال رياليتي. طبعاً unfortunately هاي المعلومات أنا مش متأكد منها 100%, ولكن كانت موجودة بأكثر من مكان فهحكي فيها. في 1965 كانت بدايات الـ VR, ولكن لم يكن هناك VR فعلي بعد. 1977 كان في interaction inside a computer والbody movement, يعني احنا لسه مش لابسين الهيد مونتد ديسبلاي, مش لابسين نظارات, ولكن حركه البادي تبعنا في الها سنسر وعم بتم نقله للكمبيوتر. في 1982 كان اول كمبيوتر انيميشن وجرافيكس, هو ما كان الاول ولكن كان الاول واحد, يعني كيف نحكيها, كان اول انيميشن محترم, أول أنيميشن فعلياً حلو وأول جرافيكس حلو كان بال 1982, وكان أظن بفيلم اسمه ترون. في 1983 كانت أول بيئة افتراضية تم صنعها. في 1987 كانت أول تجربة بالفيرتشوال رياليتي. و 1993 كانت الاختراع السيرجري ريهرسل سيستم, انه الدكاترة فعليا يقدروا يتدربوا بس مش على بيشنتس. هذا كانت اول مرة او اول سنة.
أن يكون في إشي computer generated ويقدر يتدرب عليها. في 2007 جوجل introduced street view اللي هي الجوجل مابس. جوجل مابس لما تكبس على مكان تصير تطلع حواليك، انت قاعد نص الشارع، يمينك محلات شمالك محلات، تقدر تكبس لقدام تقدر تكبس لورا، وبتحرك ان 360 view. هاي كانت بال 2007. نشرح على الهيد ماونتد هيد ماونتد ديسبلاي. هلا الهيد ماونتد ديسبلاي هو الاشياء اللي بتقدر تلبسها على الراس. هاي هذه الهيد ماونتد ديسبلاي مكونه او تحتوي على المينيتشر ديسبلايز، تو مينيتشر ديسبلايز اللي هم الشاشات المستطيله اللي بتكون امام قدام كل عين. وهاي السكرينز بتعمل او ات برودوسز استيريوسكوبيك ايمجز. شو يعني استيريوسكوبيك؟ استيريوسكوبيك اللي هي التكنيك اللي بتعطي الالوجن للدبث لفلات ايمج. يعني انت فعليا عم تشوف فلات ايمج، ولكن الاستيريوسكوبيك بيعطيك الوجن انه لها عمق لها دبث. هلا هاي الهيد ماونتد ديسبلاي بتعمل تراك للاورينتيشن للorientation of the human head. يعني بتقدر تعمل تراك للروتيشن، يمين يسار فوق تحت، للتلتينج عشان فعليا تشوف او تقدر تعكس بالضبط وين عم تتطلع وكيف عم تتطلع على الاوبجكتس الموجوده بالفيرتشوال سبيس. يس. هلا this thing اللي هو التراكينج بيعطينا more immersive feeling. يعني انت مش بس جوا، انت حاسس انك جوا والعالم الخارجي ما بنشوفه ما بنحس فيه، احنا في عالم اخر. هلا الفيرتشوال رياليتي بيعمل البرين تريك، بيخليك تصدق انك في عالم ثلاثي الابعاد من خلال الاستيريوسكوبيك ديسبلايز اللي حكينا عنها. و بنصير نشوف احنا الاشياء بشكل واضح، بشكل وايد، ان وايد سبيس، بالفيرتشوال سبيس ناخذ الاميرسيف فيل. هلا كيف بنعمل تراك فعليا؟ هو من خلال، بالنسبه على الاندرويد مثلا، من خلال الاكسلروميتر والجايروسكوب، هذول التراكرز والسنسرز الموجودين بالاندرويد. الاكسلروميتر اللي هو بيعمل ميجر للاكسلريشن، بيعمل ميجر للموشن. يعني انت لما تكون ماسك ديفايس او الموبايل، الاكسلروميتر هو بكون المسؤول عن الموشن. الجيروسكوب بكون مسؤول عن الروتيشن، يعني الروتيشن، التلت، الشيك، السوينج، هذا الجيروسكوب بكون مسؤول عنها. فمن خلال هذول السنسرز الاندرويد بيقدر يعمل تراك لكل الموفمنت لراسنا، وبيعمل تراك للانجلر موفمنت. ف بيقدر من خلالها يعمل prediction لوين احنا عم نتطلع بالvirtual space. هلا من احد او بعض استعمالات الvirtual reality، same as augmented reality almost، عنا بالeducation، عنا بالvideo games، بالentertainment، بالarchitecture، وبالspace والmilitary. هلا بالeducation عنا الstudents are now able to interact with what they learn in a three-dimensional environment. مش بس بيقرأوا عنها، مش بس بتطلعوا عنها بكتب، مش بس بيحضروا عنها فيديوز، لا، they actually can be in there بهداك الspace وبيعملوا interactions معها. فممكن يكون عبارة عن virtual field trips للنظام الشمسي، بروح على النظام الشمسي بتطلعوا عليه، بيعملوا انتر اكشن معه، بيعرفوا السبيسينج بتوين
yeah, between the planets and so on. ممكن أروح رحلة على a museum, ممكن أروح رحلة على حقب قديمة من الزمن, حقبة ما قبل, يعني قبل 2000 سنة و10,000 سنة والديناصورز وكل الحقبات هاي. كمان ممكن تكون جدا مفيدة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة, وكمان من طلاب اللي عندهم مشاكل في السوشيال سكيلز, أو الأطفال اللي عندهم سوشيال يعني مشاكل بالسوشيال سكيلز. بالفيديو جيمز طبعا VR is evident بالفيديو جيمز, مع interaction مع الإليمنتس, مع الستوري اوف ذا جيم, everything goes smoothly, you can easily be immersed. انت المين كاركتر, انت المين كاركتر بهذه التجربه, وانت انت اللي عم تلعب. انترتينمنت مثل عندنا السينماز, الثيم باركس, الموفي سيميليشنز و سو ماتش مور. اركيتكتشرز, هلا architects can now envision what they're building و experience the space والمكان والenvironment before they actually build it. They understand, they can now understand how it feels before it's done. In addition, إنه بيقدروا يعملوا real time changes. يعني مش بس بفتحوا السوفتوير وبيشتغلوا وبعدين بيشوفوها بالمكان. No. They actually in there, وعم ممكن يبنوها طوبة بطوبة, ممكن يعملوا modeling بالspace تبعهم, وthey feel it, وthey will know what's right. Finally, بالspace and military, هلا بهدول the two fields, they are very dangerous, وvery expensive, وvery كتير بياخدوا resources, فit can't be easily accessed. مع الـ Virtual Reality بوجود التكنولوجي هاي, صار عنا نقدر نعمل conditions لنخلي هاي الشغلات possible, لنخلي هدول الأشخاص اللي بيعملوا في هدول المجالات يقدروا يتدربوا بمكان صح, بمكان آمن, وبدون استهلاك الموارد بشكل كبير. بعض الاكزامبلز للتوب فيرتشوال رياليتي ديفايسز, سوني بلاي ستيشن في ار طبعا, اوكيلس كويست 2 also appears here, غير مش بس بالاوجمنتد رياليتي, او مش عفوا بس بالفيرتشوال رياليتي, ات appears in multiple fields. اتش تي سي فايف برو 2 هون عندنا, اتش تي سي فايف كانت من الليدرز, او من البراندز اللي من البدايه موجوده. Valve Index VR Kit و HTC Vive Cosmos. هلا Augmented Reality versus Virtual Reality, هلا this is a very easy question, بس it must be discussed, لأنه both of them فيهم الإشي الواقع والإشي الافتراضي, بس شو هو الواقع والافتراضي هذا اللي بيختلف. هلا Augmented Reality هي أنظمة بتزيد وبتعطي enhancement للواقع الفعلي أو العالم الواقعي. الشخص أو اليوزر بضل عنده حس بالعالم الواقعي, شو مكان الـ augmented reality immersive, هضل شايف جزء من الواقع. وهاي التكنولوجي needs a mechanism to combine virtual and real world, محتاجة ميكانيزم معين. هلا virtual reality on the other hand, it's totally immersive environment. أنت ما بتشوف أي إشي واقعي, أنت الإشي الواقعي الوحيد. فطول ما أنت ما بتقدر تطلع حالك, you're immersed, you're in another dimension. Visual senses are under a control system, تحت نظام تحكم معين. ممكن يكون سمعي ونظري واكثر, يعني في virtual reality experiences انت بتقدر تركض جوا, لما يصير في damage inside the experiment you feel it, ف it can be so immersive بطريقه مش طبيعيه.
هلا in conclusion للبرزنتيشن اللطيف تبعنا, virtual reality as well as augmented reality have gone really far, وصلت لأبعاد يعني ما كناش متوقعينها وما كنا متخيلينها فعليا, وما والتكنولوجي دائما تتطور ف it won't stop here, فالبوتنشل تبعها كتير عالي انه تعلى وتكبر والماركت تبعها يكبر لدرجة غير متوقعة احنا ما بنتوقعها حاليا. هلا it will diversely enrich and revolutionize our world in many areas. احنا شفنا شو الفيلدز اللي حاليا موجودة فيها الفي ار, وممكن لقدام الفي ار هو يكون العنصر المتحكم فيها. High technologies offers new possibilities to understand and experience history, cities, landscape and landscapes. Yes, زي ما حكينا بالاستعبالات تبعتها ممكن تودينا أماكن كتير مختلفة, تعيشنا حقب ما عشناها, تدخلنا بسيميوليشنز وتجارب عمرنا ما كنا متخيلين نجربها. ف يعني this is a very great technology صراحة. في مجال الماركتينج والpublic relations there are countless fascinating AR VR solutions which inspire the customers. بالعالم اللي خلينا نحكي الصناعي والعالم التجاري برضو هاي التكنولوجي لقدام غير اللي حاليا موجود, لقدام هتكون متحكمة وهتكون أقوى من الموجودة حاليا. Please fill the form. هلا قبل ما نبلش نحكي بالمنهج وقبل ما نبلش نحكي بالسيلبس, بحابكم تعبوا الفورم. هلا مش ضروري هلا, ممكن اليوم بكرة, بس أتمنى إنه قبل المحاضرة الجاية اللي هي بليف هتكون يوم السبت, حتى أتعرف على الأشخاص اللي هيكونوا موجودين المتدربين معي, وحتى أتعرف شو خبراتهم وقديش شو الأشياء اللي حابين يتعرف عليها وحابين يعرفوها خلال الكورس. يعني الكورس is already implemented, بس to ممكن نخيطه بطريقة أنه نناسب أكبر عدد ممكن وبأفضل result ممكن للمتدربين. فهي اللينك بليز تحط اللينك على الشات. يس يس على الشات على الزوم. أوكي. حتى المهندسة لينا توزعه ترجع. تمام. وهيك بكون انهيت البرزنتيشن تبعي, اتمنى ما طولتش عليكم. هحكي بشكل سريع بالمنهج بالسيليباس, بس خليني ابعت اللينك. Yes. هاي لينك الفورم صار موجود على الزوم. اوكي. Thank you very much. You're welcome. في حدا عنده أسئلة؟ لسه بدي احكي بالسيلبس بطريقه سريعة. سوري, عفوا اسف. لا ما في اي مشكله, بس 5 to 10 minutes وبكون انهيت ان شاء الله. اوكي, مبين السيلبس. Yes. Okay, great. طيب هلا session 1 اللي احنا حاليا فيها
كانت عبارة عن overview للأوغمنتد وفيرتشوال رياليتي مع شوية examples. وهلا هنحكي عن السيلبس بشكل عام أو كoverview برضو. في group formation وassignment discussion، بس كgroup formation لسه ما عملت الدوكيمنت، فإن شاء الله خلال اليوم أو بكرة ببعث لكم الدوكيمنت على الواتساب جروب، وبتقدر تعملوا فيل ل which team would you like to join. وإذا كنتوا بتعرفوا بعض you can join the same team it's okay. الفورم اللي بعته حاليا، ف participants will be required to fill the survey at the end of the training session. مش sessions هاي session. وهبعت لكم السيلبس يس على الواتساب جروب. سيشن 2 اللي هي يوم السبت ان شاء الله هتكون introduction للجيم انجن اللي هو اليونيتي 3D. هننزل اولا بالبدايه اليونيتي هاب، هنتعرف شو هو اليونيتي هاب، وهننزل عن طريقه اليونيتي فيرجن اللي هيكون السبورتد او الليتست سبورتد يونيتي، which will support our future classes content للفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي بلجنز. هنعمل بروجكت اللي هو اور فيرست بروجكت، وهنعمل امبورت للاسيتس لهيك اكمن اسيتس بسيطه، وهنتعلم نافيجيشن ونافيجيشن لليونيتي سكرينز واليونيتي ويندوز، وهنتعرف على الانترفيسز. هلا كassignment 1 we're gonna discuss or share an idea of how we can apply virtual or augmented reality technologies بال cultural heritage. هنتكلم في ال submission format بالكلاس، بس this will be our first assignment. It's a very simple one. Session 3 we're gonna talk about Unity basics. بأول 10 دقائق هنحكي عن assignment 1 من المحاضرة اللي قبلها، وبعدين هنحكي بالباكج مانجر، باكج مانجر باليونيتي. كمان هنحكي عن الاسيتس ورك فلو، هنحكي عن شو هم السينز، شو هم المودلز، شو يعني تكستشرز، وشو الفرق بينها وبين الماتيريالز. هنحكي عن كل الاسيتس اللي هنتعامل معها. بالسيشن 4 هنعمل كونتينيو مع اليونيتي بيسكس، هنتعرف على البريفابس، هنتعرف على الاسيت ستور اللي هو الستور اللي بنقدر ننزل منه الاسيتس والمودلز والماتيريالز. هلا في حال ما فهمتوا انا شو عم بحكي it's okay it's totally fine. يعني we're gonna discuss everything in detail ونحكي عن كل كومبوننت وكل شيء هنتعامل معه in detail. بسيشن 5 هنتعلم شوية سكريبتنج وكودينج، هنتعامل مع الفاريبلز، هنتعلم السينتاكس، هنعمل شوية functions. معلش أعطوني دقيقة. طلعت لي مرضى فمش دائما it's easy to keep talking فI'm sorry. زي ما حكينا بسيشن 5 هنتعامل مع السكريبتس، السينتاكس، الفانكشنز، الفاريبلز، كيف نعمل كيبورد وماوس انبوت. ف we're gonna talk about all of that. بسيشن 6 we're gonna add our first player، وهنتعامل مع هنكتب له كنترول، هنعمل كولايدرز اللي هي نحدد ابعاد المكان او السين اللي احنا بنعمله، وهنتعامل مع الكاميرا كنترول. بالسيشن 7 هنتعامل مع الاوبتمايزيشن، لانه الفيرتشوال والاوجمنتد رياليتي اكسبيرمنتس او سيميليشنز اتس نوت اباوت جاست ميكينج ذم،
احنا مش بس بدنا نعمل تجربة وخلص، احنا بدنا اياهم يكونوا مبسوطين، يكون البرفورمانس تبعهم عالي، ما يصيبهم غثيان وشيكنس ولو فريمز، ما بدنا شغلات هاي. فبدنا نتعلم كيف نخلي الابليكيشن تبعنا لايت يوزر فريندلي من خلال اللي هي اللايت بيكينج، الستاتيك بيك باتشينج، مش اوبتمايزيشن، عشان ما نتعامل مع اشياء هيفي. واذا اخذنا اشياء هيفي نعرف كيف نعملها نخليها خفيفه، نخليها لايت ومناسبه مع الابلكيشن او البروجكت تبعنا. بسيشن 8 وير جونا ميك اور فيرست ليفل كاكشوال ديزاين، وهيكون الثيم تبعنا البتراء. فهنعمل السين، هنعمل السكاي بوكس اللي هي الانفايرمنت السماء تبعتنا، هنعملها اللايتنج، الفيجوال افكتس، ال 3 دي اوديو سورس. هذا كله لسه احنا ما دخلناش ديبلي انسايد الاوجمنتد والفيرتشواليتي. This is learning how to build for them. بأسايمنت 3 بسيشن 8 كل شخص او كل جروب، ما عندي مشكلة اذا كانوا جروبات مش بس الاشخاص اللي يعملوها، يعملوا ريبليكا للسين تبع بطرة، للبيئة تبعت بطرة، جبالها، السيق، الخزنة. It would be very nice to actually انه each one to do this, بس I'm okay انه if it was group based. بسيشن 9 فاينلي هنبلش بالاوجمنتد رياليتي، وهناخد اول نوع اللي هو الماركر بيست. هنتعرف على الاي ار او الاوجمنتد رياليتي انجن اللي هو اسمه فوفوريا، وهنعمل فيه اول سين واول ابلكيشن بفوفوريا. سيشن 10 is gonna also be a marker based، برضه هيكون على انجن فوفوريا، بس this time it's gonna be a 3D بالسين تبعنا اللي احنا عملناه. اوكي، هنعمل نوع من البورتل انه احنا نطلع على السين from a flat image. يعني هيكون عندنا flat image بس هيكون فعليا هي البورتل تبعتنا للبترة اللي ورا الامج. It's gonna be 3D مع 3D angles with 3D rotation. You're gonna be able to see all the corners of your own scene. Position 11, we're gonna be working with the augmented reality with user interface. The user interface, we're gonna have buttons, controls, عشان نتحكم في الكاركتر اللي هنحطه بالسين تبعتنا. We're gonna also integrate our character to move بالaugmented reality space. مش بس هنتحكم فيه بالaugmented reality space. بسيشن 12 we're gonna make an interactive target. هنعمل touch وclick based events لobjects جوا. احنا ما هنتعامل مع user interface anymore. It's gonna be objects inside our AR scene. بسيشن 13 هندخل بالماركرلس AR. It's gonna be with no markers. ما هنستعمل فوفوريا. هيكون عبارة عن الوول تراكينج. هنعمل سكان للسبيس تبعنا زي كيف اللي نعمل بالإكزامبل تبع ايكيا. اوكي، we're gonna put our own scene inside ونحاول نعمله as much as possible انه يكون immersive لليوزر. بسيشن 14 we're gonna make our first VR project which is gonna be a 360 video of the scene created بالassignment 3 اللي هو البترا سين. هنعمل فيديو، احنا هنحرك كاميرا جوا السين. اوكي، وهنخليها 360 ونعملها على الموبايل بحيث انه كيف ما يتحرك البلاير او اليوزر is gonna be able to see hold the scene
إن 360 view. ما وكذلك هنعمل هيكون في عنا assignment 4. أوكي. Each group or each individual will take their 360 video. يعني هيعمل 360 video لل their own scene. And they will post it on Twitter. And they will tag iHeritage with it. On session 15, هنعمل VR interactive. هيقدر البلاير أو هنقدر إحنا نتحرك جوا الفيرتشوال سبيس بدون كنترولرز معنا UI. إحنا لابسين الديفايس أو لابسين الموبايل وإحنا عم نتحرك بالإنفايرمنت. وهيكون عنا look at events. look at events بمعنى إنه هيكون عنا objects inside the scene وكيف ما البلاير يتطلع عليهم هيصير في عنا interaction. يعني the objects will be triggered if the player looks at them. Finally, be session 15, we're going to discuss the final assignment and how the trainees will use what they've learned to make it. هنتعلم شو بالضبط الأشياء اللي تعلمناها كيف هنستعملها. The final project هيكون one of either virtual reality or AR application. It's going to be either a Petra interactive or informative walk, okay, where the player can move around and interact with objects. تقدر تتحرك جوا تقدر تتحرك جوا السين تبعنا اللي هنعمله إن شاء الله. أو كaugmented reality we're gonna make an interactive map, خريطة كبيرة. وكيف ما البلاير بتطلع بأشر بكاميرته على مكان معين من مناطق الأردن أو من مناطق التاريخية بالأردن، الخريطة هتطلع له information عن هذا المكان. هذا الأوبشن 2 للفاينل بروجكت. بسيشن 16 هنتعلم أو هناخد virtual reality SDKs اللي هم software development kits. هناخد كيف ندخلهم على ندخلهم على البروجكت تبعنا، كيف هنقدر نتعامل مع الكنترولرز، وشو هي انواع الانتراكشن تبعت الفيرتشوال ريالتي والكنترولرز. هلا بالسيشن 17 هنستعمل الايميوليتر في حاله انه ما عندنا مثلا اوكيولوس ريفت، ما عندنا اتش تي سي فايف، ما عندنا الديفايسز هذول، فهنتعلم نستعمل الايميوليتر. ايميوليتر هيعطينا سيميوليشن اوف ذا كنترولرز، مش شيء كثير بيرفكت ولكن مجدي نوعا ما. هنستعملهم هذول الكنترولرز، هيكونوا انسايد يونيتي، انسايد الجيم انجن، مش محتاج اي شيء اكسترنال. وي دونت هاف اني ديفايس، وي دونت نيد اني ديفايس. فيعمل لنا سيميوليت للفيرتشوال رياليتي جير، الكنترولز والهيد ماونتد ديسبلاي. سيشن 18 فاينلي وير غانا بي شوكيسينج اول ذا بروجكتس واول ذا وي ويل ستارت ذا دسكشن. هلا الشوكيسينج هيكون ايذر بسكرين شوت وفيديو ريكوردينج، او ممكن يكون اي بي كي، ان اكشوال بيلد او ويب بيلد. ويل سي ايش اكثر ايش مناسب وقتها. هلا البروجكتات ان شاء الله هتكون سمبل، و I'll try to be as much of a help as possible. وبآخر الكورس إن شاء الله ناخد السيرفي عشان نشوف ناخد رأيكم والفيدباك، وشو الأشياء اللي تعلمتوها، وشو قديش تعلمتوا من الكورس، والتكنيك اللي استفدتوا منها خلال الكورس. وthat's it. شكرا جزيلا لاستماعكم، وأتمنى أني ما أطلت عليكم. اوكي، شكرا سيد يوسف. في حدا عنده اسئله؟ مساء الخير.
مساء النور. هلا يعطيكم العافية. أهلين. أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. هلا أستاذ يوسف. يعني معلوماتي جديدة علينا وهيفي يعني لأن الواحد مش أدفانس بالمواضيع هاي. بس أنا عندي استفسار بخصوص يعني السيشنز الجاية. نعم. يعني أنا بعرف اليونيتي آب يعني بده هيفي بي سي يعني بده يعني يكون الناس عندهم أجهزة مواصفات عالية ولا إتس أوكي يعني أي جهاز ممكن يشتغل على اليونيتي؟ هلا in general it's okay. هو ال requirements تبعته مش كتير عالية بس بنفس الوقت عندي curiosity أعرف ال hardware الموجود عندك حتى أعطيك a definite answer. يعني هو يعني لابتوب i5 يعني الموجود i5 is fine. كرت شاشتك شو وضعه؟ أتوقع إنه built in يعني ممكن كأنه فيه 1 جيجا external. اوكي مو مشكله ممكن وي كان ديسكاس ذس فردر وبنشوف على المهم انت احنا ممكن ننزل السوفت وير مع بعض وبنشوف هاو هيفي ات از بالنسبه للديفايس تبعك. تمام ما في مشكله. شكرا استاذ يوسف. اهلا فيك. اي حدا عنده اي سؤال او استفسار اخر؟ في سؤال على الشات سيد يوسف. يوسف حلو. هلا شو الهدف منها فعليا؟ هو الهدف من لعبة حرب الشباشب it's for entertainment. يعني رقم واحد entertainment. why do we create games؟ فاهم ليش المحب على قلبي؟ لانه فيها يعني فيها كيف احكي لك it's localized. فيها الطبع تبعنا الكلتشر تبعنا الميوزك تبعتنا فعشان هيك هي محبة على قلبي يعني قريبة لقلبي ف I like it وحاب أطورها بشكل أكبر إنه تشمل كل الدول وكل الثقافات الدول العربية تبعتنا. شكرا لسؤالك. بس فيها شيكينج كتير. شيك لا it's not shaky. هي virtual يعني this is virtual reality فالحركة هي حركة الرأس. أوكي. نعم. Anybody أي أسئلة أخرى؟ دكتور تسمح لي أحكي ملاحظة صغيرة بس بالنسبة للجيم تبع حرب الشباشب. هاي الجيم هي مبنية على جيم بنيناها سنة 2016 كانت جيم 2D واللي عملناها مع يوسف اللي هو مستلمها وعم بيشتغل عليها إنه يحولها لفيرتشوال رياليتي عشان تكون إميرسيف أكتر ومبنية على جيم ناجحة جدا اللي هي بيت سيبر. فهي إتس ميوزيكال جيم ولكنها لوكالايزد للوطن العربي. وعم نبني على نجاح اوريدي صار وحتى الجلالة الملكي حكت عنه بال2016. Great. Anybody else wants to ask? طيب احنا يعني we look forward to seeing more of those sessions. They look promising. و يعني إن شاء الله بيكون في عنا أعداد أكبر تحضر وبتوقع إنه نستفيد من هاي المجالات خاصة إذا تدربنا يمكن نصير نحنا قادرين على إننا نعمل أشياء ولو إنها بداية وبدائية لكن أيضا ممكن إنه يصير في مجال بعضكم يتقدم إلى الجوائز أو المشاريع اللي راح تندعم من الدائرة دائرة الأثار. يعني هلأ قربنا على هاي الفترة يلي راح يعلنوا فيها عن المسابقة بتقديم تطبيقات مبدعة وهاي التطبيقات ممكن تقدم فيها
مجموعة منكم. للأسف الأشخاص لوحدهم ما بتزبط، لازم تشتركوا مع مؤسسات أو شركات، لأنه شروطك بدها شوية ملاءة مالية، يعني بده يكون عندك حساب بنكي والآخره، يعني بده يكون عندك مقدرة أنك تغطي المصاريف في حالة انك ما نجحت. معناته ممكن اذا ما نجحت في عمل التطبيق انك تعاقب على ذلك، يعني ما تسترجع كل مصاريفك. عادة بيسترجع الواحد معظم مصاريفه عادة. اوكي اعتقد الان نقدر نترك. شكرا اخ يوسف، ونتطلع الى المرة الجاي. بعتقد مهندس لينا عندنا السبت، عندنا بكرة كمان الليفينج لاب. بكرة حسب البرنامج دكتور، يعني ما في عندنا ما في الليفينج لاب 22 الشهر. طيب كويس، ولكن السبت عندنا اشي مع الأخ يوسف. نعم إن شاء الله. أوكي، فإذا السبت عندنا بنرجع للسيشن الثانية. وشكرا لكم، إن شاء الله خير. أراكم جميعاً السبت. أشكركم على الحضور. أهلاً أهلاً، يعطيكم ألف عافية.